الوضع غير مطمئن إذن في نابلس. ينضم لنا الزميل سامر خويرة من نابلس. سامر صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير يا ريم، وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين الكرام. تحياتي لك سامر. الوضع غير مطمئن بعد وفاة متوتر جدا. نعم، بعد وفاة مواطن يعني فراس يعيش، وأيضا بعد اعتقال للأجهزة الأمنية لمصعب شتي، هناك مواجهات. ما هي الصورة لديك؟ ويعني حبذا لو تشرح لنا ما الذي حدث منذ الصباح. نعم، احنا سنبدأ بما جرى في ساعات مساء أمس. امبارح ليلا خرجت معلومة عن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال المطلوب للاحتلال الإسرائيلي عنصر في كتائب القسام، أحد قادة مجموعات تعرين الأسود، مصعب شتية. مصعب هو من الأشخاص المطلوبين من تقريبا عام ونصف، وكان هناك أكثر من محاولة لاغتياله واعتقال أسوة بالشهداء رحمهم الله على رأسهم إبراهيم النابلسي. امبارح الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد عملية تتبع استطاعت الوصول إليه، كان في سيارة مدنية هو وشخصين آخرين في منطقة قرب كلية الروضة، هي قريبة جدا على محافظة نابلس، على مقر المقاطعة المحافظة. حسب والده أنه هو اعتقد أنهم قوات خاصة فرفع مسدسه، لكن عندما علم أنهم فلسطينيين أعاد مسدسه وتم اعتقاله ونقله إلى المقر المقاطعة. قيل إنه على ذمة جهاز الأمن الوطني، وقيل إنه على ذمة جهاز الوقائي. بكل الأحوال خلال هذا الأمر بدأت احتجاجات عنيفة جدا شهدتها نابلس، أولا من مجموعات عرين الأسود ذاتها اللي هو مصعب اليوم تقريبا يعني المسؤول الأول عنها. خرجوا إلى الشوارع، بدأوا بإطلاق الرصاص في الهواء، توجهوا إلى مقر الشرطة الفلسطينية في شارع فيصل الشارع الرئيسي، هناك صار في إطلاق نار، صار هناك عدد من الإصابات، منهم طبعا فراس رحمه الله. فراس كان حسب التفاصيل مار في الطريق، رجل عمره 57 سنة أصيب برصاصة في رأسه. بعد ذلك انتقلت المواجهات إلى منطقة الدوار وسط المدينة، وأصيب عدد من المواطنين منهم المهندس أنس عبد الفتاح. أنس هو في سنته الأخيرة في كلية الهندسة وهو من الناشطين الطلابيين. وضعه صعب سامر. نعم وضعه صعب للغاية، يعني هو الآن في غيبوبة كاملة، هو في غرفة العناية المكثفة. أصيب برصاصتين، الرصاصة اللي اخترقت خاصرته أدت إلى تهتك كامل لكل الأحشاء الداخلية، للأمعاء، للكبد، للكلى، المثانة، الجهاز البولي كله. وحسب ما نشر يعني أنه متوقع إن قدر الله له عمر سيعيش في حالة شلل نظرا لخطورة الإصابة. طبعا رصاصة أخرى في يده، أصيب خلال المواجهات اللي كانت على دوار الشهداء أمس. بدأت الأمور تتصاعد أكثر في ساعات الليل، مع ساعات الصباح الباكر كانت وسط المدينة عبارة عن ساحة حرب إن صح التعبير، إطلاق الرصاص من كل الاتجاهات، عشرات المسلحين في البلدة القديمة في محيطها في منطقة رأس العين، طبعا مع بدء حركة المواطنين والمدارس والمؤسسات. طبعا تم إغلاق الطرق الرئيسية، تم إشعال إطارات مطاطية. هذا اللي بدي أسألك، يعني في دوام في المؤسسات، في دوام في المدارس اليوم؟ المؤسسات اللي وسط المدينة وقريبة على منطقة الحدث لا ما فيها دوام، يعني بلدية نابلس على سبيل المثال، المجمع التجاري، شركة الكهرباء، هذول ما فيهم دوام. الوزارات اللي في البناية نفسها اللي هو فيها راديو حياة نفسه في حوالي 6-7 وزارات كلها معطلة لأنه ما كان في إمكانية الوصول أبدا. مدارس كثيرة خاصة أعلنت عن اعتذار عن استقبال الطلاب، جامعة النجاح حولت الدوام للدوام الإلكتروني، مثل ما ذكرت البلدية، شركة الكهرباء، في عدد من المؤسسات أعلنت عن عدم الدوام اليوم. نعم، يعني حتى هذه اللحظة يستمر إطلاق النار، يعني وهل صحيح هناك تواجد للأجهزة صحيح الأمنية؟ ما بين الفينة والأخرى بنسمع بالعامية صليات رصاص من أكثر من اتجاه، إطلاق نار كثيف في كثير من المرات ريم. الأجهزة الأمنية متواجدة، نعم متواجدة في محيط منطقة الدوار وقرب مركز الشرطة، في عدد من الشبان كانوا متواجدين قبل حوالي نصف ساعة من الآن في محيط المنطقة هناك. هلأ حاليا في هذا الوقت يعني نسبيا الأمور هادية، لو إن رايحة الأمور كان في حديث عن اجتماع
للقوى والمؤسسات والفعاليات الساعة 10 في بلدية نابلس. ما بعرف إن بقي على حاله ولا لا، يعني خلال انتظاري لاتصالكم أجريت اتصال مع أحد الأشخاص المنسقين على هذا الاجتماع، ما رد على تليفوني حتى أشوف هل ما زالت مؤسسات نابلس عندها نية لعقد الاجتماع ولا لا. عندنا أسئلة كثيرة، السؤال هو مثلا جنازة يعيش كيف ستكون، متى ستكون، ما موقف العائلة أيضا، ما اتضحت الأمور بعد في موقف في موقف من عائلة مصعب شتية؟ نعم طبعًا. إنه لأنه يعني في أخبار قالت إنه سلم نفسه، فهم يعني أصدروا هذا البيان توضيحي ونفوا وقالوا إنه الأجهزة الأمنية اعتقلت ابننا في كمين ولم نسلمه أو نطلب اعتقاله. هو على ما يبدو تم يعني متابعته مثل ما ذكرت، وخلال يعني تأكدهم من تواجده في هذاك المكان تم نصب كمين إله وإيقاف سيارته واعتقاله واعتقال شخصين آخرين. حتى الآن حقيقة ما في تأكيد عندي أنا على أسمائهم، لأنه صار تضارب في المعلومات بشأن أسمائهم، لكن على ما يبدو هو المستهدف بالدرجة الأولى مصعب وليس الأشخاص اللي رفيق من عائلة طبيلة أيضا كان برفقته وتم اعتقاله بحسب بيان العائلة أيضا سامر. ممكن يكون نعم عميد يعني عميد طبيلة نعم، لأنه ذكر أكثر من اسم وبعضهم نفوا، فبالتالي المهم القصد ريم إنه هو المستهدف مصعب. طبعا الأمر بالنسبة لأهل نابلس يعني كان محسن جدا لسببين. السبب الأول لأنه كان متوقع يكون اعتقاله أو اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه الاحتلال بيحرض على نابلس من فترة طويلة. صحيح. وكان في حديث يعني خلال الأيام الماضية عن عملية عسكرية، عن اجتياح، عن مداهمة للمناطق اللي بتواجدوا فيها، وبالتالي ناس كانت نفسي يعني داخليا ما هي نفسها لحدث متعلق بالاحتلال. لكن إنها يعني يأتي على يد السلطة، هذا الأمر كان محزن جدا. إضافة طبعا أنه هو بيجي بحسب كثير من الناس نتاج مباشر للاجتماع الأمني اللي ضم حسين الشيخ وماجد فرج والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اللي نشر عنه وقيل أنه كان الطلب من السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك في نابلس وفي جنين لإنهاء هذا الملف، وبالتالي الترجمة الفعلية له تمثل باللي صار مبارح في نابلس. الآن الأمور ما حدا بيقدر حقيقة يتكهن لوين رايحة، ما في موقف رسمي ابدا حتى هاي الدقيقه، لا من المحافظ ولا من الاجهزه الامنيه، ما في اي موقف نهائيا. ما هذا ما كنت اود ان اسالك عنه، في اي موقف من الامن، تصريح من مسؤولين من الاجهزه الامنيه، بيان توضيحي لما حدث لم يصدر حتى اللحظه؟ لا لا، حسب معلوماتي انا شخصيا ما صدر اي شيء نهائيا حتى هاي اللحظه. يعني انا تبعنا وشفنا ما صدر اي موقف يعني، واحنا نهائي. حاولنا نوصل لطلال دوكات المتحدث باسم الاجهزه الامنيه، ايضا هاتفه مغلق، نحاول الوصول لأي جهة رسمية للحديث عما جرى، أيضا لا يمكن الوصول لهم. يعني نشاهد معا الآن سامر شوارع نابلس، إطارات مشتعلة، الشوارع يعني تقريبا شبه مغلقة، هناك الحجارة على الأرض. صحيح صحيح. يعني الوضع مثل ما ذكرت، الوضع وسط نابلس متوتر جدا، لأنه إطلاق الرصاص ريم مستمر كثيف، وأكيد انتبهتوا أنه زميلنا أدهم الخروبي فراد حياة كان على الهواء عندما احترقت الرصاصات الاستديو، يعني وربنا قدر أنه زميلنا عبود صحيح كان على الهندسة الإذاعية. يعني الرصاصة بعيدة عنه أقل من متر. ألف سلام على زملاء. يعني المكان خطير جدا، لأنه برضه ضبطه صعب، أنت ما بتقدر تقدري شو اللي عماله بيصير، وين اللي مين المقائم على الموضوع، إطلاق النار شو سببه، وين يعني. وزي ما فهمت منك لسه في دوريات لأجهزة الأمن في نابلس. متواجد صحيح. متواجد. المدينة يعني قبل حوالي نصف ساعة كانوا متواجدين قرب مستشفى الوطني والمدخل اللي بيؤدي لمنطقة الدوار وسط المدينة، وكانوا ساعات الصباح في محيط منطقة الدوار. أكيد برضو انتبهتي لمقطع الفيديو للدورية وهي بتلف منطقة الدوار وتتعرض لرشق حجارة. نعم شاهدناها قبل قليل. طب في بلاطة، الوضع في مخيم بلاطة وفي بلاطة، كيف الوضع؟ كان هناك مناوشات، يعني إن كانت الكلمة دقيقة، في مخيم بلاطة، في أكثر من منطقة برضو في محيط نابلس. الآن هادئة الأمور، إغلاق طبعا الطرق هو يعني عن مدخل مخيم بلاطة شارع القدس، كان في إغلاق في ساعات الصباح، كان تحويل السير لأكثر من اتجاه داخل المدينة، كان طبعا هناك عركسة كبيرة لحركة السير بسبب إشعال الإطارات وإغلاق الطرق من الشبان، خاصة مع ساعات الصباح وذروة السيارات وباصات الأطفال وكل هذه الأمور. الآن نسبيا أهدأ الأمور، لكن إلى أين تذهب؟
هذا السؤال، إلى أين ستذهب اليوم الأمور؟ يعني لا زالت حالة الاحتقان ربما. نعم، أيضا هل سيكون هناك تشييع للإدمان؟ حالة الشبان المصابين، يعني أي تطور على حالتهم أعتقد راح تنعكس على الشارع بشكل سلبي. طبعا على الشارع بشكل سلبي، في يعني بشكل عام متوترة جدا الأوضاع في نابلس. الحدث كان مفاجئ، صادم بالأحرى، وصادم جدا يعني فيما يخص اعتقال الأجهزة الأمنية لشخص مطلوب للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني عائلته نفت أنه سلم نفسه وطالبت به. طبعا هو مريض للعلم، هو مريض حسب معلوماتي، إما أنه يعاني من سكري وإما ضغط، وكان معتقل أكثر من مرة لدى الاحتلال، وعائلته أكدت أنه بتناول دواء بشكل دائم، فبالتالي أيضا هذا الأمر زاد من احتقان الشارع تجاه اعتقاله من السلطة. خيرا وسلاما على نابلس وعلى فلسطين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي سامر خويرة من نابلس، حدثتنا عن آخر التطورات.